سلام سلام متابعي قناة مروان، ان شاء الله مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من بلاي ليست سوسيتي جينيرال حساب سوجي او لا يعني باك اخرى. هذا الفيديو غادي نشوفوا المزايا والعيوب ديال حساب التوفير الخاص بالشركة العامة، سواء كان عندنا حساب التوفير يعني في كونت عادي او لا عندنا في حساب سوجي. غنشوفوا الفرق بين يعني حساب العادي وحساب سوجي. اولا يعني درت واحد البلان اللي هو زوين، اللي هو الدونيشن، يعني الا بغى شي واحد يدونيسي لينا واحد المبلغ كدعم للقناة او كدعم ليا، راه ديجا حطيت يعني لي زانفورماسيون في الديسكريبشن هذه مدة. وكان اول واحد كيدونيسي ليا هو تصاطا اللي ندوزو دابا، صيفط ليا 4.5 دولار اول يعني دعم كيكون للقناة من ناحية شخص يعني ما كنعرفو ما كيعرفني اول مرة، صيفط ليا يعني كاسيون جاوبتو عليها كيدونيسي ليا يعني في الحساب ديالي. حتى كنتفاجئ بالنوتيفيكاسيون طلعت، يعني الا بغيتي شي واحد يدير هاد البلان دعم لاشين مرحبا، غادي تلقى كلشي في الديسكريبشن. هبط خذ للريب، اذا كنتي عندك بنك اخرى كانت عندك ساش بنك تلقى لي ميغ دو كونط تما. المهم الساعه رشيت لك واحد اللعيبه، نتمنى انها تكون وصلاتك. الساعه غير قبل علينا فهمتيني، قص دابا شويه ما عنديش، مره اخرى تكون الساعه لاصوم احسن بزاف ولعز بك. لحقاش كما ديما كنشوفوا راه ماشي ديما كيكون الربح طالع بحال دابا كتشوفوا في الشاشه. هذا بعض المرات اللي كيكون الربح ديالي في القناه يعني في الشهر كامل كطلع لك 0.01 دولار، يعني ما كاملاش حتى ريال. فوالا الاخوان، هذا هو الحساب ديالي يعني سوجي سوسيتي جينيرال. كندخلوا يعني الحساب ديالنا هذيك كنلقاو هنايا كونت شيك خاص بينا، ولكن حساب التوفير ما كيكونش هنايا، كنلقاوه في هذه الجهه هذه كنختاروا عفوا فين هي كونت هنا كما كتشوفوا. الا كان عندك حساب التوفير كتلقى هنايا كونت سور كارني، وهنا كيكون رقم الحساب ديالك. مثلا انا عندي في سوسيتي جينيرال يعني عرض سوجي، الا بغيت مثلا نحط فلوس في حساب التوفير يعني ما غاديش نمشي للوكاله ونهضر مع موظف، كيكون كلشي بار غيشي، يعني كتمشي داك غيشي اوتوماتيك كتفيرسي فلوس كتختار الحساب اللي بغيتي تحط فيه الفلوس وكيتانفيستاو الفلوس يعني في الكونت ديالك بطريقه سهله. اما الا كان عندك يعني انت حساب يعني مثلا دير باك مفيد الى غير ذلك، كتكون يعني صيله عندك مع الكونسي ديالك في الوكاله، تقدر يعني تاخذ الدفتر واللي دابا ما بقاش، يعني كنهضر انا على داك الشيء سابقا، كتحط الفلوس ديالك دابا ولاو كيتعاملوا يعني غير بابليكاسيون وكيعطيك داك الريسي ديالك اللي فيه يعني المبلغ اللي انفستيتي في الكونت ديالك. المهم الاخوان باش نشوفوا الفرق بين يعني هاد الحسابات التوفير، هما راهم كلهم بحال بحال، يعني شحال ما كيقول لك احسن بنك يعني نقدر نحل فيه حساب التوفير. اذا كان عندك هاد البلان هذا حل في اي بنكه، ننصحك بعد غير من بريد بنك حل في اي بنك حساب التوفير، يعني راه مزيان الاخوان ما كاين حتى فرق، يعني كلهم عندهم يعني الحد الادنى هو 40 مليون تخبي في الكونت ديالك. المزايا كلهم نفس المزايا الا البريد بنك زايدين يعني 0.1%، يعني عندهم في البنكات 1.25%، لكن يعني البريد بنك دايرين 1.26%، وما عند هذيك 0.1% ما عندها ما تزيدك الاخوان، يعني ما غاديش تزيد لك شي نسبه اللي يعني مزيانه. لذلك الا كنتي باغي يعني غير تخبي فلوسك حل حساب التوفير في اي بنك. وبين المزايا ديال هاد الحسابات يعني ديال التوفير كيكون يعني مامن وما عندوش يعني شي علاقه مع حساب اخر، مثلا حساب ديال الكارني ما يمكنش يفيرسي لك شي واحد فيه يعني الفلوس، هذه اول حاجه. ثاني حاجه يعني ما يمكنلكش بحال كتخرج بلا يعني بلا دفتر، يعني ملي كانوا دايرين الدفتر يعني كانوا مانعين هاد القضيه، يعني ما يمكنلكش تخرج بلا دفتر. دابا تقدر يعني تمشي مثلا غتاخذ يعني التيكي ديالك من الوكاله، تسنى يعني نوبتك مع يعني السيد اللي فلاكيس، كتاخذ المبلغ اللي بغيتي كتعطيك واحد الروسي كتمشي بحالاتك. يعني مهم البلان وما فيه كما قلنا 1.25% هي الفائده اللي كتزاد كل 3 شهور، ماشي كل شهر، كتزاد كل 3 شهور 1.25%، زائد يعني خصك تحط فيه في حدود 40 مليون، يعني كتفوت 40 مليون كيحلوا لك حساب شيك باش يعني كيتسمى لك حساب جاري، يعني كتحط فيه يعني الفلوس اللي بغيتي، عندك حتى 200 مليار حطها في الحساب ديالك يكون غير المصدر ديالها باين. يعني ثالث حاجه الاخوان اللي قلنا هي الدفتر، والدفتر ما بقاش، حيداتو سيرش بنك، حيداتو التجاري، وحيداتو يعني دابا سوسيتي جينيرال. يعني دابا اللي غادي يحلوا حسابات مع هاد المده هذه يعني ما يعطمش الدفتر، اما الناس اللي حالا ديجا الحساب قديم راه عندهم الدفتر يقدروا يكملوا به العمليات. اذا كان عندك سوجي كنعاود نذكركم انه يعني ما عندكم حتى علاقه بالوكاله، واخا تمشيو تحطوا الفلوس ديالكم في الحساب يعني كتحطوها بار غيشي. والناس اللي عندهم عرض سوجي وما اختاروش النهار الاول حتى حساب التوفير ممكن تطلبوه من الكونسي ديالكم، كتجيو لهنا كتلقاو هنايا كونتاكت، كتاخذوا هاد 42 42، كتصونيو عليهم بالعربيه ولا بغيتو تهضر معاهم بالفرنسي كاين 42 43. نتوما الناس اللي كيهضروا بالعربيه يعني باغيين تهضر معاهم بالدارجه عاديه، صونيو على 42 42، قولوا لهم بغينا نفتحوا حساب توفير، غادي يدوزوكم الكونسي ديالكم اللي مكلف بالكونت ديالكم وغادي يحل لكم الحساب. الا كنتي ديجا حليتي يعني راه صافي، سير الوكاله حط فلوسك في الكيشي اوتوماتيك، غادي تحطهم في الحساب اللي بغيتي، وكل 3 شهور كتزاد لك الفائده وفلوسك ديسبونيبل في اي وقت فوق ما بغيتي تخرجهم كتخرجهم من الحساب ديالك. في الاخير كنبغي نشكركم على التفاعلات ديالكم في الفيديوهات السابقه، من ناحيه التعليقات كانوا تقريبا كلهم ايجابيين، ما بقاوش الحمد لله كيبانوا لي التعليقات السلبيين، واللي كانوا هذوك يعني بعض الحساد او يعني كنسميهم انا الهيترز ديالي، يعني
كانوا التعليقات كيكونوا سلبيين. الحمد لله تخطيت داك المرحله هذيك، وليت اصلا ما كنتسوقش لداك التعليقات، كنخدم على راسي، كنشوف يعني المتابعين ديالي اللي باغين داكشي كنديروا لهم، كننفذ لهم الطلبات ديالهم يعني والرغبات اللي باغين هما والفيديوهات اللي بغاو يشوفوهم في القناه. لذلك كنشكركم بزاف بزاف على التفاعلات ديالكم. في الاخر غادي نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.